بدك تصبر يا صادق وكأنت عيان ترعى. عقد في اسطنبول مؤتمر الداعمين الأول لرابطة أهل حوران. يهدف هذا المؤتمر إلى جمع التبرعات المادية لتنفيذ مشاريع تنموية في منطقة حوران. حضر أعمال المؤتمر شخصيات سياسية ودينية، إضافة إلى جمعيات خيرية سورية وعربية ورجال أعمال من سوريا وخارجها. ويقول القائمون على المؤتمر بأن الهدف منه تأمين الدعم للمشاريع الملحة في المنطقة. في هذا اليوم الطيب المبارك نجتمع ثلة من أبناء حوران باسم رابطة أهل حوران للمؤتمر الداعمين الأول. القصد من هذا المؤتمر هو جمع أكبر عدد ممكن أو تسويق أكبر عدد ممكن من المشاريع لحاجة أهلنا في سوريا في حوران خاصة. مجموعة من المشاريع في هذه المشاريع هي بحاجة لأهلنا، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالجهود ويجمع الخير على أيدي المشاركين وأيدي الداعمين. تتنوع المشاريع المستهدفة ما بين إغاثية وتنموية وصحية وتعليمية لتغطي احتياجات المنطقة كافة. والائتلاف الوطني كان له حضوره الخاص ودعمه للرابطة بنصف مليون دولار. جاء هذا المؤتمر، هو المؤتمر الأول لرابطة أهل حوران للداعمين، نظرا للشح الملاحظ في الموارد، موارد الثورة السورية بالفترة الأخيرة، خاصة فيما يخص المواضيع الإغاثية والطبية والإنسانية. لا يخفى عليكم حجم الكارثة الموجودة في الداخل، المشافي الميدانية تشكو من عوز شديد، الشتاء على الأبواب. رئاسة الائتلاف مشكورة تبرعت بحوالي 500,000 دولار، ووعدونا بالمزيد على شكل مشاريع، يعني عونا وسندا لمعاناة أهلنا وأخوتنا في الداخل. وللسوريين الموجودين في تركيا كان أحد الحاضرين في المؤتمر، وتأتي زيارته كجزء من اهتمامه بالفعاليات الخاصة بالسوريين في البلاد. نحن دائما ندعم الشعب السوري ونتألم لما يحدث في سوريا. نحن نقف إلى جانب المظلومين ضد الظالم، ووجودنا هنا جزء من اهتمامنا بأنشطة السوريين في تركيا. فعاليات وأنشطة عديدة رافقت أعمال المؤتمر، ورش عمل لبحث مشاريع جديدة، إضافة إلى معرض للصور الضوئية، فضلا عن عشاء خيري وأنشطة غنائية للأطفال. مويس كيف، أورينت نيوز، اسطنبول.